مفيش مشكله نشرح لكم ودنفسين ما تبقاش بخيل. لا مؤاخذه ماليش فيها في عرضك يا اخي انجزني. هو المريض يقرب لكم ايه؟ طب امي امك هو في بعد الام؟ لا الواحد يفضي امه برقبته. ست الحبايب يا حبيبه الله يرحمك يا امك. الله يرحمها ويغفر لها. انجزني بقى في عرضك. هنجزك انا حتى امي لسه عايشه. بقول لك ايه، قدامكم حل من الاثنين. انا في ناس حبايبي ممكن يستقبلنا جثه مفرفره جديد ميت طازه فريش، ناخد منه الكلى ولا من شاف ولا من دري، وده سعره على التحتاني. اما الحل التاني اجيب لكم متبرع حي، وده بختك ونصيبك. بقول لك يا عمنا، فكنا من موضوع الميتين ده، احنا عايزين متبرع ويكون حي، وعايزين نعرف الليله دي تقضى بكام. يا النمره اللي انت كلمتني منها دي نمرتك؟ ايوه دي نمرتي. توكلنا على الله. بس ما قلتش اتكلف كام. طرطقوا دانكم واسمعوني كويس، عشان اللي جاي ده بقى هو المهم. يا سيدي الناس انا معاك. كام السعر؟ جابر ها جابر، انا شايف نور شرطه.